الإنتاج الإعلامي في بريطانيا يخضع لقوانين هيئة مستقلة لها سلطات واسعة تسمى أوفكوم أو هيئة تنظيم الاتصالات. هي هيئة تقنن كل ما يبث داخل البلاد أو عبر الأقمار الصناعية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية. أوفكوم تقدم تقريرا سنويا إلى اللجنة البرلمانية لشؤون الإعلام والثقافة حول ما يدور في فلك الإعلام البريطاني والإعلام الوافد بكل أشكاله. لا تمارس دورا رقابيا يحد من حرية التعبير، لكنها تمنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف أو الكراهية في الخطاب الإعلامي. أجبرت أوفكوم شبكة فوكس نيوز الأمريكية على الاعتذار بشكل كبير حينما وصفت أن مدينة بيرمنغهام مثلا أنها محرمة على غير المسلمين، اعتبرت ذلك تدخلا ووقحا، وبالتالي تمت فرضت غرامة واعتذارا. أيضا رأينا ذلك في قضية مثلا في قضايا أخرى دولية مثل بريس تي في الإيرانية التي أوقفت بعد أن تجاوزت الخطوط الحمر التي رسمتها أوفكوم. المتلقي هو من أولويات أوفكوم، ليس فقط من نوع المحتوى وإنما في الكلفية التي يتلقاه فيها. وعلى سبيل المثال للحص، تفرض أوفكوم شروطا خاصة بالفواصل الإعلانية خلال البرامج والأخبار، فلا يجب أن تزيد مدة هذه الفواصل عن 12 دقيقة لكل ساعة زمن من بث إذاعي أو تلفزيوني. هنا قانون دقيق يشجع على أن يكون أن يتلقى الجمهور المادة الإعلامية والإعلانية المناسبة، وهذا من أهم الأمثلة، هو الحرص على صحة الجمهور. ونجد أنه قد يكون على العكس من ذلك تماما، بأن هذه المواد الإعلانية في المحطات العربية غير مراقبة على الإطلاق. بحسب أوفكوم يتوجب أن يتناسب المحتوى الإعلامي مع الفئة العمرية التي تشاهده، كما أن لكل فئة مواعيد محددة بالبث المرئي أو الإذاعي عموما. وبالطبع لكل تفصيل بالقانون شروط، لكن هذه الهيئة ترتبط بالإنتاج الإعلامي والإعلاني في البلاد إلى حدود تكاد تكون لا متناهية. بريطانيا دولة الحريات والديمقراطية، ومن أجل حماية هذه الحريات وهذه الديمقراطية هناك قوانين صارمة وشديدة، وخصوصا لمواد البث التجارية أو غير التجارية أو أي مادة إعلانية أو حتى على التواصل الاجتماعي أو على الإعلانات المختلفة التي نراها في الشوارع. كل هذا من أجل حماية المستهلك وحماية الجمهور وحماية المصلحة العامة لهذه البلد. عمرو منيري، قناة الغد، لندن.